الآن بما أن الأمور هاي سهلة، حندخل في الأمر الثاني اللي هو البولي لاين. بولي لاين هو لاين زي اللاين، بس في اختلافات. إنه اللاين اللي عندي عبارة عن أجزاء، يعني لما أرسم لاين، هاي لاين، لاين كمان لاين كمان لاين، رسمت مجموعة أجزاء، أعطيت رايت كليك إنتر أو سكيب الكيبورد، هذا لاين منفصل عن هذا اللاين، منفصل عن هذا اللاين، هذول لاينز. يعني شوف كم قطعة بعطيني، مجموعة قطع. لو أخذت اللاين اللي عندي هون حركته لهون منفصل عن القطعة الثانية، اللاين اللي هون حركته منفصل، فهو عبارة عن لاين متصل مع بعضه بيبين أمامك، لكن فعليا هو منفصل. كل لاين بلش بنقطة وانتهى بنقطة بكليك من الماوس، هذا لاين منفصل. البولي لاين نفسه بالضبط لكن مستمر، لكن فيه له شوية إضافات حنعرفها مع بعض. بداية البولي لاين هو اختصاره بي ال، أول حرفين منه انتر. حبلش بأول نقطة وركزوا معي. الآن في اوبشنز بالأسفل، شايفينهم؟ هذول اوبشنز يعني خيارات، فالخيارات هاي إذا حاب تعرفها بدك تضغط على أول حرف فيها، وعادة أول حرف بيكون كابيتال بلون أزرق. فالآن أنا برسم بلاين ستريت، بدي إياه يكون مثلا أرك عبارة عن قوس. البولي لاين يصير قوس؟ نعم يصير قوس. ممكن أعطيه هاف ويث، له سماكة بس نصف السماكة. هاف ويث ويث نفس الشيء تقريبا، هاي نصف السماكة وهاي السماكة كلها، فإحنا بنعتمد السماكة كلها. في اللينكث اللي هو باي ديفولت، وفي عندنا اللي هو أندو. أندو يعني كنترول يو، يو انتر، يو انتر يعني. طيب الآن ما بدي أعطي أتنشن لهذول أبدا، ما حبلش فيه لاين مستمر، بدي إياه ستريت اف 8 أو أكلس على الكبسة اللي هون عشان أشغل الأورث عشان يكون ستريت. عندي شقة بلان بدي أرسمه طوله 12 متر، انتر، أطلع للأعلى أعطني مثلا 16 انتر، أروح على الشمال 8 انتر، أنزل 4.5 انتر، أروح لهون 6 انتر، وأجي تقريبا لحد هون وأعطيه 5 انتر، وأنزل 6 متر انتر، وأنزل تقريبا لحد المدخل حيكون 2 انتر، سوري غلطت الآن، يو انتر، يو انتر، بدي 2 انتر، وأروح على الشمال. الآن شوفوا اتجاه الماوس مهم، فالآن لما أعطيه طول معين وانتر بيعتمد لي باتجاه الماوس، لما أكون حاط هون وأعطيه 2 بيوصل لي خط بهذا الاتجاه، لما أحط هون وأعطيه 2 بيوصل لي خط بهذا الاتجاه، فاتجاه الماوس مهم كثير. السماكة كيف ممكن نعمله وتعيد الخطوة؟ لسه ما دخلت فيها رغد، إن الله مع الصابرين، بس هي مقدمة. الآن الفرق بين اللاينز والبولي لاين إنه هي قطعة واحدة، قطعة واحدة شايفينها. لو فكرت أروح على النقطة اللي هون ممكن يعطيني أوبشنز ثلاثة، في عندنا أوبشن اسمه ستريتش أمطها، أو أعمل آد لنقطة جديدة، أو أعمل ريموف للنقطة هذه، فبختار أي واحدة من هذول الثلاث. هذا على الحافة يمين وشمال، لكن النقطة اللي بالنص مختلفة. النقطة اللي بالنص في عندي أوبشن جديد اللي هو اسمه كونفيرت تو أرك، يعني أحولها لقوس، كليك صار عندي قوس. والآن اللي بدخله اللي هو الريديس تبعها، الريديس صار عندي قوس. ولو بدي أختار كمان في المنطقة اللي هون كونفيرت تو أرك، فهذا أوبشن كثير مهم من الأوبشنز الخاصة بالبولي لاين. طب غيرت رأيي ما بديها أرك، بديها لاين مرة ثانية. حط الماوس حط، ما تكبس على شيء، تركها وروح كونفيرت تو لاين. هون نفس الشيء، حط الماوس وأعطيه كونفيرت تو لاين. طيب الاوبشنز الثانيه شو هم؟ اد او ستريتش فيرتكس. الان قديش بدك تكبرها؟ صغرها بالطول وبالزاويه قد ما بدك، اي بالطول قديش بعطيك الزاويه 100%، او سكيب عشان اطلع من الامر، او اختار اد فيرتكس. هات لي كمان نقطه، وين حتحط النقطه هاي مثلا؟ نكبس افيت، بديها هون بالمنطقه اللي هون، فاعطاني نقطه جديده ممكن اكبس عليها، احط الماوس عليها واعطيها ريموف. هذا البولي لاين بشكل بسيط. الآن ندخل في تفاصيل أكثر. حطفع على كل لاين وأبلش، لأنه كاتب لي هون specify first point، أول نقطة كليك كبست أول نقطة. الآن بس خلصتها بعطيني عندك options، أول واحد الأرك، حول لي الأرك قبل ما أرسم، والله عجبتني الأرك، حكبس حرف الـA أو أكبس مباشرة على هون، بعطيه حرف، بكبس على الكلمة نفسها أو بعطي حرف الـA. الآن صار عندي أرك، صار عندي أرك البولي لاين. كليك هون، هون بحاول ارسم في اشياء شوي يعني مختلفه عن الستريت لاين. طب حبيت ارجع ستريت لاين، هاي كلمه لاين حرف الال، كليك صار ستريت، اف 8 صار دوم بهالشكل بهالشكل. طيب الان حختار امر اسمه ويدث. ويدث حتدخل في السماكه الان، ركزوا معي. السماكه الان نوعين، كليك السماكه بحكي لي سبيسيفاي
فيرست الستارتنج يعني سماكه البدايه وسماكه النهايه. سماكه البدايه قيمه كاتب لي زيرو موافق، اذا كبست انتر موافق عليها، والله موافق عجبتني انتر. انا يعني بحكي لي حدد سماكه النهايه، سماكه النهايه عندي واحد متر يعني انتر، يقول لي هي صار شكله مثلث، بلش من زيرو سماكه وانتهى بمتر. طب كم الطول بدك اياه؟ والله حاب الطول يكون مترين، اف 8 واعطيه 2 انتر، تم الان رسم لي راس مثلث. طب السمكه بعدها 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 متر، بدي اصغرها بدي اعملها 20 سم. برجع مره ثانيه على الوث مش على هاف وث، بصير هاف وث اللي نصف العرض ونفس الشيء هو العرض يعني. طب اختار وث، بيحكي لي انت اخر مره قررت انها تكون متر، موافق؟ لا، بقول له بدي اغير، هي كاتب لي هون متر، بقول لا بدي اياها 0.2 انتر. بقول لي اوكي احنا متفقين انه 0.2 بدايه بدايه الخط، طب نهايته برضه 0.2، موافق عن انت؟ الان صار عندي 0.2 سماكه الجدار او خط، مش شرط جدار. الان حاب اني اعمله، وغير انه كمان في سماكه بدي اعمله كمان ارك، بصير طبعا هي ارك حوله ارك، صار بهالشكل، كليك وامشي فيه انتر، صار عندي هذا الشكل. هذا خط واحد، نعم خط واحد بالضبط. يعني هون لما رحنا على الفيلا وطلعنا على 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 بالضبط السكشن هاي في المثلث هذا اللي هون، انا بتفاجئ بكل امانه انه كثير ناس مختصين بالاوتوكاد بيجيب لك اياها كبلوك هاي، او برسم مثلث بعمله هاتش، وهو صح اللي عمله مش خطا بصراحه، لكن الموضوع ابسط من هيك، الموضوع ابسط. هاي المثلث بعمله بكل بساطه، بعمل سهم بكل بساطه. حعيد مره ثانيه، اختار بي ال، اول ما ابلش احدد النقطه الاولى، هاي النقطه الاولى. الان السماكه مش عاجبتني، بدي اياها تكون 0.5، بروح مباشره على الوث، بكبس على الوث او حرف الدبليو، دبليو انتر، بقول لي كم الوث عندك؟ حكي له 0.5 انتر، بلش من 0.5، وكم حيكمل النقطه الثانيه؟ كمان انتر، يعني 0.5 مرتين، صار اخمل من هذا اللاين. طب ما بدي ادغري، بدي ارك مباشره، اي انتر، اي انتر، اعطاني ارك. طيب الان اوكي ارك، بس احكي لكم بدي يكون بدايته رفيعه زي هيك ونهايته اخمل. برجع على دبليو مره ثانيه، وث، بحكي له اوكي بدايته 0.5 موافق، اوكي نهايته والله بديها مترين، انتر. شوف كيف صار شكله الان، افيت عشان احكم فيه براحتي، صار شكله شوي غريب، انا شايفه احلى من اول. تمام، الان بدي اياها تبلش اثنين، الوث يبلش اثنين وانتهي اربعه، بعطي دبليو مره ثانيه، بحكي له اوكي هي اثنين موافق، موافق كم العرض حيزيد بعد ما تكبس الكبسه الاخيره؟ بحكي له اربعه انتر. شوف كيف صار اخمل شوي، الان صار عندك ترسم، صار عندك مجال ترسم أشكال مختلفة عن ذي قبل، عن ذي قبل. كمان واحدة هون، بدي الآن أنهيها على زيرو، هاي أنهيها بسماكة الزيرو. دبليو يقول لي أنت عملتها 4 متر سماكة القطعة وحتكون هاي 4 متر عرضها، موافق؟ أوكي موافق أنتر. طيب الأخيرة كم؟ زيرو. بدي إياها تكون رأسها مدبب، زيرو أنتر. ممتاز، بدي إياها تكون لحد هون، تك، رايت كليك أنتر. هلا هذا الشكل عبارة عن خط واحد، خط واحد. مش انه مجموع الخطوط هو خط واحد، وبقدر بلحظه احول هاي من كيرف احولها لخط ستريت لاين، وهي كمان نفس الشيء، وهذا كمان نفس الشيء، وارجع ممكن احولها كمان لكيرف واتحكم حتى بشكل كيرف تبعها. هاي الامور المفروض نعرف نعملها بالاوتوكاد، بس في امر واحد اسمه بري لاين، امر واحد اسمه بري لاين. مين محتاج اعيد الامور واضحه قبل ما ادخل في الريكتانجل؟